خلية عمل باتت حاضرة بقوة ضمن أشهر معالم ثورة تشرين لإسقاط النظام الحاكم في العراق، هنا في مبنى المطعم التركي وسط بغداد، والذي يطل على ساحة التحرير المركز الرئيس للثورة الشعبية. بات الشباب والشابات مضرب مثل في العمل والاجتهاد بهدف تحقيق التغيير الذي ينشدونه. إلى جانب دعم المتظاهرين في الساحات والشوارع بالأهازيج والهتافات، يقوم المعتصمون في بناء المطعم التركي بتأمين مستلزماته من إصلاحات وكتابات ورسومات وصباغة ومياه للشرب والغسيل وغيرها الكثير من المستلزمات. كما تقوم سيدات في طوابقه بطهي الطعام وتحضيره للموجودين في البناء وللمتظاهرين في ساحة التحرير. دعم لوجستي للمتظاهرين، هم شباب مضحين بحياتهم، احنا بس كل اللي نقدر عليه نسوي لهم. تنظيف طوابق المبنى من اهم النشاطات التي يحرص المتطوعون من المتظاهرين على انجازها بشكل يومي منتظم للحفاظ على صورة البناء وقاطنيه من المتظاهرين المعتصمين نظيفة ناصعة. بدينا بحملة تنظيف التحرير، بدينا بالمطعم التركي واستمرنا بهاي الحملة، والحمد لله والشكر مثل ما شاهد هاي النتيجة، وصبغنا البناية، وعندنا بعد معرض هنا راح ينفتح، وايضا مكتبة، وان شاء الله اكو شغلات همين ايضا ثانية، اعمال ورسومات، والكل ساهم بهاي العملية. جاء مقدمة ماي عيون، جاء ننظف لهم، باش حكي غرض موجودة، اكل موجود، جا نحاول نسوي نظافة هنا في هذا المكان، لأن هذا المكان مكان نصار. بدينا حملة تنظيف كله، يعني كنسنا المكان كله، وبعدين ظلنا اليوم كامل بره، بدينا بالصبغ، رتبنا دوب، رسمنا العلم العراقي ونظفناه، واحنا يعني كعمال نظاف مؤسسة صعدنا طابق 14، نزلنا من طابق 14 واحنا نازلين ننظف المكان. في هذا البناء اجتمع الصامدون على كلمة واحدة، همهم الأكبر دعم المتظاهرين الثابتين في ساحة التحرير وحماية خاصرتهم من أي سوء حتى تتحقق آمالهم التي قمعها وبددها النظام الحاكم وأحزابه وميليشياته منذ الاحتلال.